تم اليوم زيارة موقع في شبوة تحت إشراف وقيادة مدير مشروع مسام، وكان العمل جيد جدا. تم إتلاف 1250 من بقايا المتفجرات والألغام. طبعا شاهدنا الفرق الهندسية عملية النزع وعملية التخلص، كان عمل جيد وجبار يقومون به، ونشكرهم على ذلك ونرجو من الله لهم السلامة. كانت بطرق جيدة جدا وتحت إشراف خبراء بطرق فنية. بالنسبة لمعيار السلامة أرى أنها مرتفع جدا، والجميع متقيد بأنظمة وإجراءات السلامة سواء في النزع أو في التخلص.